ومنها من هؤلاء الشهود الصيام. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي منعه الشهوة أو الشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعه النوم بالليل فشفعني فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. الصيام يشفع، يشهد لمن صامه فأحسن فيه الصيام، ولمن قامه فأحسن فيه القيام. يأتي يوم القيامة ليقف وليكون مدافعا عنك في هذا اليوم الذي تتعدد فيه الشهود. وأول هؤلاء الشهود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الحديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن. قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: حسب، يعني يكفي، كفايه، انتظر، استنى، توقف، حسب. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت، اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا عيناه تجريفان صلى الله عليه وسلم. من هول هذا اليوم ومن صعوبة هذا الموقف الذي سيقف الناس فيه من بنو آدم إلى يوم القيامة، والكل يطلب الشفاعة، وصاحب الشفاعة العظمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى أنه قال: يؤتى يوم القيامة بآدم ويسأله الله تعالى وهو به أعلم: يا آدم، هل بلغت رسالتي إلى قومك؟ فيقول: نعم، نعم يا ربي، بلغت رسالتك إلى قومي. قال الله تعالى، ورجع السؤال إلى قوم نوح: هل بلغكم نوح رسالتي؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهكذا شأن كل الأمم المكذبة بأنبيائها: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله تعالى لنوح وهو أعلم: من يشهد لك على ما تقول؟ من يشهد لك أنك كلمت أمتك بتنكر؟ من يشهد ذلك؟ فيقول: يشهد لي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله تعالى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هل بلغ نوح رسالتي إلى قومه؟ نعم يا رب. وتعترض أمة نوح، تعمل إشكال وإشكال وجيه، يقولون: كيف تشهد علينا قوما لم يرونا ولم يعاصرونا؟ نحن لم نتخذ قوم نوح في زمن من الأزمنة ولم نعاصرهم في وقت من الأوقات. فيسأل الله تعالى أمة النبي محمد وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف تشهدون على قوم لم ترونهم ولم تعاصرهم؟ برضو الرد أوجه من السؤال، يقولون: قرأنا في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، الذي جاءنا على لسان رسول لا ينطق عن الهوى، أن نوحا بلغ رسالتك إلى قومه. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كثير من هذه الآيات. وتقام الحجة على قوم نوح أن نوحا بلغ الرسالة إلى قومه. يشهد على ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشأن كل الأنبياء، كل الأمم تنكر، وتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي تلك الأمة بلغ الرسالة. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتمد شهادة أمته. وهذا هو بعض معنى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد نبيها.
وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الشهيد كل الامم السابقه. يومئذ في هذا اليوم العصيب اللي الناس بتنكر فيه ارسال الرسل واللي الامه امه النبي عليه الصلاه والسلام تشهد بان الانبياء بلغوا الرساله وياتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتمد هذه الشهاده. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض لو ان الارض تنشق فتبتلعهم ولا يكتمون الله حديثا. وما كانوش كذبوا الكذبه الكبيره اللي اقيمت عليهم الحجه بسبب امه النبي عليه الصلاه والسلام او بسبب الشهاده. ده شاهد النبي عليه الصلاه والسلام. فانت اعرف بنفسك قدرها. انت ربنا هيختارك لتشهد على الامم يوم القيامه. قد رشحوك لامر لو فطنت له فارغب بنفسك ان ترعى مع الامل. انت ليك مكان. ليك مكانه في هذا الوجود. ليك رياده. ليك انك تقود الامم. ليك انك تابع اعظم نبي واعظم رسول في تاريخ النبوات والرسالات. ليك ان ربنا سبحانه وتعالى جعلك من خير امه وجد الناس، مش عشان سواد عيونك ولا عشان جمال اجسامك، لا. الحيثيه موجوده في الايه. كنتم خير امه اخرجت للناس، السبب تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انت صاحب رساله في هذا الوجود. انت صاحب هدف. انت تابع لاعظم نبي صلى الله عليه وسلم. فاعرف قدرك واعرف انك هتشهد يوم القيامه. فاعمل بهذا اليوم. ده شاهد. الشاهد الثاني اعضاؤك. الشاهد الثالث اسف. الشاهد الاول قلنا الصيام. الثاني القران. والثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امته. الرابع شهاده الجوارح. الجوارح. يقول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الجوارح. أنت عندك جارحة فقط هي اللسان اللي ربنا سبحانه وتعالى وكل بيها تتكلم. آلة النطق. آلة البيان اللي ربنا فضلنا بيها عن الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. هذا البيان يجي يوم القيامة ربنا يختم عليه. يقول له أنت يا لسان أنت جارحة. عضو في جسد الإنسان. زيك زي الصابع زي الإيد زي الرجل زي الود. جارحة. الجارحة دي يختم عليها. اليوم نختم على أفواههم. وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجلهم. اللسان مع الأصبر. اللي ساكن في الدنيا زي ما انت عايزه بيشتغل. تقول له يقول الكلام الباطل يقول. تقول الكلام اللهو يقوله. تقول الكلام النافع المفيد يقوله. تشغل توظفه زي الكربوك يقع في اعراض الناس يشتغل ما يقولكش لا. تقعد ساعه واثنين فلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلان جه وفلان راح وده جه وده عدل ما يقولكش لا ابدا. ساعه وساعتين وثلاثه اشتغل معاه. ما يقولش لا ولا البطارية بتاعته تفضى. شغال. شغال. يجي يوم القيامة بقى ملكش سلطان عليه. ربنا يأمر انه يختم هذا الفم فاللسان لا يتكلم. وتشهد الايد هي عملت ايه؟ سارت امتدت. وتشهد العين عملت ايه؟ نظرت رمخت لمحت. وتشهد الرجل عملت ايه؟ سعت مشت الى اخره. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد رجلهم بما كان رسيما. انت لازم تستعد لهذا اليوم اللي هتبقى فيه الشهود الكثيره دي. ومن ضمن هذه الشهود رمضان الذي صمت فاحسنت فيه الصيام او قمته فاحسنت فيه القيام سوف يعني يرحل الى الله سبحانه وتعالى وقد يعني مد يده ليودعنا ونحب ان نودعه بمثل ما استقبلناه به او باحسن بالعهد مع الله سبحانه وتعالى على الطاعه الالتزام باداء الصلاه في جماعه بالاذكار قراءه القران القيام الى اخر تلك العبادات. ونسال الله تعالى ان يوفقنا فيما ناتي من امورنا وفيما ندع وان يبارك لنا في ايامنا واوقاتنا واموالنا وازواجنا وذرياتنا وفي كل ما رزقنا انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على البشير النبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.